عمرك كنت تتخيل ان تجار يرفعوا سعر عربية في 4 شهور ل 390 ألف جنيه مرة واحدة على سعرها الأساسي؟ ده ال 390 دول تمن عربية مستعملة محترمة. لكن إيه حكاية العربية دي؟ شوف يا سيدي، حسب موقع مصراوي، في عربية بيجور ب 108 اللي طرحت لأول مرة في أغسطس اللي فات، كانت واحدة من ضمن العربيات اللي تعرضت لزيادات كتير رغم انه ممرش على طرحها 4 شهور بس. الزيادة دي وصلت ل 390 ألف جنيه. عربية بيجور ب 108 كان سعرها وقت ما تعرضت أول مرة في السوق خلال شهر أغسطس 2023 بفئتين. الفئة الأولى كانت بسعر 1,560,000 ألف جنيه ومليون و780 ألف جنيه للفئة الثانية، لكن دلوقتي وصل سعرها في ديسمبر الجاري لمليون و950 ألف جنيه للفئة الأولى واتنين مليون و170 ألف جنيه للفئة الثانية. العربية دي بمحرك تربو بسعة 1600 سي سي مع ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات كهرباء وبقوة 225 حصان. ودلوقتي قول لنا رأيك في سعر العربية.